الدكتور عمر التوجه إلى غرفة العمليات. يرجى من الدكتور عمر التوجه إلى غرفة العمليات. ليلى! ليلى! بنتي خليكي معي! كيم طمنيني، شو وضع ليلى؟ كيف صارت؟ شفتي الدكاترة؟ شو قالوا لك؟ ليلى! ليلى! ماما كيف وضعها هلا؟ طمني شو قال حبيبتي. هلا بيجي الدكتور وبيطمنا عن حالتك. اهدي يا عمري. ايه تمام، طمني عنها دكتور، كيف صارت؟ هي منيحه حبيبتي؟ روقي شوي. فيني اقول لك زال الخطر خيي، الحمد لله. بس شو بتقربك المريضه؟ نحن رفقات من زمان، هي مثل اختي بالضبط دكتور. ليلى بتكون بنت جارتنا بالحاره، عندها ستة كبيره بالعمر وما قدرنا نخبرها باللي صار للبنت، وابوها مانو هون لنخبره بوضعها. البنت تعرض عمود الفقري لإصابة كبيرة، عملنا كل شي بنقدر عليه. بس ايه بس شو امي، شو قصده؟ ممكن توضح لنا شو وضعها؟ هي منيحة ولا لا؟ خلص اهدي يا عمري اهدي. فترة علاجها رح تكون طويلة، احنا رح نعمل خطة ونبلش بالمعالجة الفيزيائية مع العلاج بالأدوية، وبصراحة مع هيك بدها وقت منيح لتقدر ترجع تمشي على رجليها مثل قبل. مع فاية. شكرا دكتور. خلص يا روح، خلص يا عمري حبيبتي انت. يا عمري خلص حبيبتي.